تغطية طقس العرب الإعلامية لإعصار إيرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في سبتمبر من العام 2017. تابع مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية حركة الإعصار إيرما أولاً بأول منذ بدء تشكله في المحيط الأطلسي. بدأت مراقبة وتغطية حركة الإعصار من قبل خبراء طقس العرب الجويين على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال النماذج الجوية العددية الخاصة بطقس العرب وصور الأقمار الاصطناعية المربوطة مباشرة مع مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية. كما اعتمدت العديد من القنوات الفضائية والإذاعات طقس العرب كمرجع أول ورئيسي للحديث عن الأسباب العلمية وتطورات الإعصار على مدار الساعة من خلال مقابلات مع خبراء طقس العرب. هناك سرعة رياح تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر بالساعة، وأيضا ممكن أن يكون في نفس الفترة الزمنية أكثر من إعصار. الإعصار إيرما هو قد رفع بالأمس إلى الدرجة الخامسة وفقا لتصنيف. ولم تتوقف خدمات طقس العرب خلال الإعصار على تقديم التوقعات الجوية وحسب، بل كانت هناك تغطية مباشرة من خلال فريق التحرير الذي عمل على مدار 24 ساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف النقالة. كما شملت الخدمات توفير معلومات لعملاء طقس العرب في قطاعي الطيران والموانئ بهدف تخفيف الأضرار والمخاطر قدر الإمكان. حمل تطبيق طقس العرب وكن أول من يعلم، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com.